طبيعة الانقسامات السياسية في الفترة الماضية تلقي بظلال الآن على الاتفاق الإطاري. أها. طالما في انقسامات مستحيل أن نصل إلى نهايات سياسية فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري أو بغيره. نعم. سيظل هذا الانقسام قائم. والانقسام حتى داخل القسم الواحد، العسكريين الآن بيعبروا بأكثر من لسان حول الاتفاق الإطاري. السياسيين ذاتهم، الأحزاب التي تعتبر ركيزة الاتفاق الإطاري هي نفسها الآن فيها انقسامات داخلية. سواء كان حزب الأمة أو حزب المؤتمر السوداني، انقسامات ضخمة جدا حول الاتفاق الإطاري وحول القضايا السياسية عموما فيما يتعلق بأحزاب الاتفاق الإطاري. هذه الانقسامات لن تسمح بتنفيذ الاتفاق الإطاري ولن تسمح بأي مشروع سياسي ما لم يكون هنالك حد أدنى من الاتفاق الموضوعي والأخلاقي. النظر للقضايا السياسية الحالية بأن السودان يتمزق وعراه تتمزق والاقتصاد الآن ينهار والدولة تنهار لمؤسساتها الكلية. إذا لم يكن هناك نظرة عقلانية لهذه الأوضاع فإن الانقسامات ستستمر. والأسوأ من ذلك الآن نحن حبيبتي أعتقد أن الحل في الاتفاق الإطاري، ولكنه في ذات الوقت تبين الموقعين عليه قليلين يعني. والعسكريين قيرة حبيبتي قالوا الاتفاق ده يجب أن يوسع، والسياسيين يدعو إلى توسعة المشاركة في الاتفاق الإطاري. كل هذه قضايا موضوعية لكن يجب أن توضع في قوالب الحل السياسي. المسار الجديد هو مسار القاهرة، أين هو مكانه من هذه الحالة السياسية؟ بالتأكيد سيقدم هو قدم حل سياسي وقدم مشروعات وقدم مقترحات، لكنها تضيف أزمة إلى أزمة، لأن هنالك انقسام الآن في الحالة السياسية، وهنالك جسم مسار سياسي جديد يرى أنا رؤاه وهي الرؤى الصحيحة التي يمكن أن تؤخذ في الحل السياسي القادم. لذلك ستضطرب الأحوال في المرحلة الجاية ما لم تكن هنالك إرادة حقيقية وبالتحديد من المكون العسكري في اتخاذ قرار مناسب وملائم لمعالجة هذه الحالة السياسية. حديث خروج القوات المسلحة من المشهد السياسي غير صحيح وغير سليم ولن يحدث إطلاقا. محور العملية السياسية الآن في السودان هو القوات المسلحة وهو البرهان نفسه وهو حميدتي نفسه. طيب كيف لهم أن يخرجوا من العملية السياسية من المشهد السياسي؟ هذا كلام غير موضوعي.